لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الحواريون قيل كانوا قصارين، يعني عملوا في الثياب، وقيل سموا بذلك لبياض ثيابهم، من هو الخبز الحواري. حواري يعني الأبيض اللي يعني مشوب ببعض الصفرة الخفيفة، اللي هو لون دقيق القمح. وقيل صيادين. قال: والصحيح أن الحواري الناصر. هذا أقرب الأقوال. يعني لماذا سموا كذلك؟ لأنهم نصروا المسيح، لأنه قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. قال: كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب، يعني ليذهبوا إلى بني قريظة ليستطلعوا خبر بقائهم على العهد أم نقضوه، لما حاصر الأحزاب المدينة وحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، ندبهم، طلب منهم انتداب من يخرج. قال: فانتدب الزبير. قال الزبير: أنا. قال: ثم ندبهم فانتدب الزبير. يعني الزبير هو اللي الذي أعلن استعداده، لذلك قالوا كان سرية وحده بشجاعته الفائقة رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. رواه البخاري ومسلم. وذهب رضي الله تعالى عنه إلى بني قريظة فوجدهم على أخبث ما يكونون، كعهد اليهود دائما، ناقضون للعهود، غدارون، خائنون، كذابون، وطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام وسبوا. وكان أمره إذا رجع على وجد سوء حالهم أن لا يصرح بذلك، ولكن يشير ويلغز لئلا يقع ذلك في قلوب المؤمنين في الخندق، فإن المسألة كانت عظيمة. الزبير رضي الله عنه من شدة نصرته للدين كان أولا في من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رضي الله عنه، ويوم اليرموك قالوا: شد يا زبير. المسلمين قالوا: شد على الروم. فقال: لا تقدرون. فقالوا: شد ونشد معك. فشد، هجم وجرى ناحيتهم وبدأ يخترق صفوف الروم، فتراجع الناس من شدة وكثافة الروم، وظل هو يقاتل حتى خرق الجيش إلى الناحية الأخرى من الصحراء.
وأراد أن يعود، فعاد وحده أيضا مخترقا الجيش. ولذلك كان يقول عروة: كان في كتف أبي يعني ثلاث جروح، جرح يوم أحد وجرحان يوم اليرموك أو العكس، فكنت أدخل يدي وأنا صغير ألعب فيها، يعني حفر غائرة، رضي الله عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وقد قال له للزبير: لتقاتلن عليا وأنت له ظالم، ومع ذلك قال لعلي: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فاكتبنا مع الشاهدين، قال: مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد جيد لابن عباس: الشاهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنهم علموا فضل هذه الأمة من التوراة ومن الإنجيل، فقد قال عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم: قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولا بعد في ذلك، وذلك لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم العالم كان متشوقا إليها، وخصوصا أهل الكتاب. وقد ذكرنا مرات من قبل أن اليهود الذين استطاعوا النجاة من بختنصر فروا إلى المدينة انتظارا لنبي آخر الزمان، لأنهم علموا أن الوحي يأتي من جبال فاران وهي جبال الحجاز، وعلموا أن رسول آخر الزمان يبعث بالقتال. ولذلك قالوا: سنقتل الكفار معه. قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني تكون المدينة يثرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى يثرب، كان بناء على بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا نبي آخر الزمان الذي يأتي بوحي يبين للناس أعظم البيان، ويقيمه هذا الرسول في الأرض وأتباعه ويفتحون المشارق والمغارب. فلذلك جاء اليهود، يعني تكوين المدينة زي ما قلنا جاء بهجرة اليهود إليها أولا من الشام، وبعد ذلك هاجر الأوس والخزرج رجلان بعد انهيار سد مأرب، ف يعني سكنوا في يثرب بجوار أهل الكتاب، واتسع العرب أكثر حتى غلبوا على يثرب، ولكن ظلت قبائل اليهود موجودة في يثرب. فلا بعد إذن، إذا كان هذا الخبر قديما جدا وجاء عيسى صلى الله عليه وسلم بالتصريح باسم أحمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلا بعد أن يطلب الحواريون الإيمان وأن يكتبوا من الشاهدين ومع الشاهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مع الشاهدين على الأمم، لأن الله جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس كما هو الرسول عليهم شهيدا صلى الله عليه وسلم.
قال ثم قال تعالى مخبرا عن ملأ بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى صلى الله عليه وسلم وإرادته بالسوء والصلب حين تمالأوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا، كان من عبدة الأوثان من المشركين. دخول الرومان في النصرانية كان بعد أكثر من 3 قرون من ميلاد المسيح في عهد قسطنطين، وكانوا عبدة أوثان طول هذه المدة. قال فأنهوا إليه أن ها هنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفند الرعايا، يفند يعني يفرقهم ويبعدهم عن طاعة الملك ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم، يعني جعلوه كالقلادة اللازمة للإنسان، جعلوا هذا ديدنهم. طبيعة اليهود دائما تكذيب الرسل وقتل طائفة منهم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال ورموه مما تقلدوه به في رقابهم، ورموه به من الكذب وأنه ولد زنية نعوذ بالله، وهذه وحدها كفر عند الله عز وجل، كما قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ومن يدعي على نبي أنه ابن زنا أو أنه ديوث تزني امرأته أو بنته فهو كافر. أي نبي من الأنبياء ما خانت امرأة نبي قط كافر، لأن هذا طعن في اختيار الله عز وجل واجتبائه واصطفائه. كيف يختار للناس ابن زنية يجعله رسولا ونبيا نعوذ بالله. قال حتى استهثاروا غضب الملك فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به، فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله تعالى من بينهم ورفعه من روزنة، روزنة دي زي فتحة صغيرة شباك صغير، رفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء، وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل. والنقول عن بني إسرائيل في هذه القضية، بعضهم يقول أن ذلك افتدى عيسى بنفسه وأنه قد ضحى وصلب من أجله، صلب من أجل أن يفدي المسيح. والقول الثاني أن هذا هو الخائن يهوذا الإسخربوطي الذي خان المسيح فألقي شبهه عليه فأخذوه وقتلوه وصلبوه. وهذا يقوي الكلمات الفظيعة التي نقلت عن المصلوب أنه كان ساخطا على تلك الحال. وأما المؤمن فهو يحتسب فضلا أن يكون، تعالى الله عن قولهم، أن يكون رسولا فضلا أن يكون هو الرب، تعالى الله عن ذلك. لأن النصارى ينقلون أن المصلوب هو، طبعا ما فيش ولا واحد من حوالين شاهد على واقعة الصلب لأن كلهم أنكر المسيح، حتى بطرس أقرب وأكبر الحواريين أنكر أنه كان من أصدقائه ساعة القبض، فأخذوه ولم يروا ذلك وإنما سمعوا أنه قد صلب ولم يعلموا بالضبط من الذي قبض عليه، فيزعمون أن ذلك المصلوب. قال إلهي إلهي، عندهم كده بالنص إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسيره إلهي إلهي لما تركتني، ثم صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح.
وكان يقول أيضا نفسي حزينة حتى الموت، ويقول يا أبتي لتجز عني تلك الكأس، لتكن إرادتك أنت لا إرادتك أنا، نفسي حزينة حتى الموت. دي أقوال بينقلوها، طبعا تصلح أن تكون للمسيح قبل أن يعني يلقى شبهه على غيره، وذلك لأن عيسى حزين من كفرهم ومن مكرهم ومن كيدهم. عيسى صلى الله عليه وسلم عانى معاناة عظيمة حتى لعن هذه النوعية من الناس، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب تدرج الشيطان بالإنسان بعد الكبائر، أن يتطور به إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. ما شافوش، شافوه، يقول ما حدش شافه وهو مصلوب. لا، ما حدش شافه وهو مصلوب، كلهم بيتكلموا على أنهم رأوه بعد ذلك. يقولوا بعد ما صلب ومات أسلم الروح، صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح، وصلب عاريا بين لصين، جرد من ملابسه، عشان كده كان مايكل أنجلو اللي هو مش مايكل أنجلو، مارتن لوثر اللي هو مؤسس البروتستانتية، كان بيقول أنتم تنشرون تماثيل المسيح. طبعا كان هو شديد جدا في عدم جواز نشر التماثيل، لان التوراة فيها الوصية من وصايا العشر بعدم ايه، لا تتخذ تمثالا، ممنوع التماثيل، حرمة التماثيل. فقال لهم انتم بتذكروا بتصوروا المسيح وانتم تعلمون ان المسيح صلب عاريا تماما، على اعتقادهم هما بيصوروا ايه، لابس خرقة كده. الغرض ان هو بعد ذلك دفنوه، وبعد كده راحت مريم المجدلية احد احدى الاتباع يعني تنظر في القبر، فالذي قالوا انه دفن فيه المسيح فوجدته فارغا، فقالت كيف حدث ذلك، فقالوا ايه، ذهب باقي الحواريين وقام من الاموات. الحقيقة ان هو كان ايه، نجاه الله عز وجل ولم يروا واقعة الصلب، فحدث الذي حدث من أنهم رأوه بعد ذلك، ثم نتفق نحن وهم على أنه رفع، لأنهم قالوا عن المسيح قال إني أصعد إلى إلهي وإلهكم. فالغرض قال فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به، فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله تعالى من بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء، وألقى شبهه على رجل ممن كان عنده بالمنزل، فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى، فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر الله بهم، فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد. هم اليهود والرومان المشركين وهم إخوان، لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ودخل في الذين أشركوا مشرك النصارى الذين أله المسيح، والعجب أنهم هم الذين يؤيدون اليهود وينصرونهم، لأن اليهود كلامهم في المسيح أفظع شيء، أفظع كلام، كلام اليهود في المسيح أنه ابن زنا، وعن مريم أنها أتت بالبهتان العظيم، ويقولون يجب صلبه وسعوا في ذلك. وظل النصارى يعتقدون أن اليهود يتحملون وزر صلب المسيح إلى 1975 لما عقد مجمع الفاتيكان الثاني،
وقرر تبرئة اليهود من دم المسيح، أو في أحد الحلقات التابعة له بعد ذلك، وإن اليهود أبرياء وإن الرومان هم اللي قتلوه، مع إن هم يرون أن الصلب إنما هو لتطهير خطايا البشرية. وهذا والله من أعجب ما يكون، إذا أراد الله أن يغفر للبشرية الخطيئة الموروثة من أبيهم يجعلهم يرتكبون جريمة أعظم ليغفر لهم؟ يعني فكرة الخطيئة، حمل الخطيئة عن البشر بجريمة يرتكبها بشر، شيء لا يقبله عقل، بل هذا موجب لمزيد من غضب الله سبحانه وتعالى. والعجب أنهم جعلوا ذلك مخرجا وحيدا للبشرية، لا يمكن أن ينقذ إنسان إلا من خلال الاعتقاد في المسيح المصلوب من أجل البشر. فلماذا يعني ما هو وجه تفسير الخطيئة ثم يعكر عليهم ملايين البشر قبل المسيح الذين يقرون بأنه جاءتهم كتب، لأنهم يقرون بنبوة موسى ويقرون بنبوة داود ويقرون بوجود التوراة وبوجود الزبور ويقرون بنبوة إبراهيم، فأين في هذه الكتب السماوية حرف واحد عن أنه لا يقبل الله مغفرة لإنسان ولا توبة لإنسان إلا بأن يقبل المسيح مصلوبا؟ طب ودون ما حصل ما يعرفوش قبل كده، لم يخبرهم الأنبياء بذلك، الوصايا العشر ما فيهاش إن أنت مش هيغفر لك إلا لو قبلت المسيح مصلوبا. الوصايا العشر فيها التوحيد، أول وصية اللي هي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك، وأن تحب الثانية أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وسمالها قريبك، الثالثة لا تسرق ولا تزني ولا تقتل، ثالثة وربع وخمسة، وتعظم السبت ولا تعمل فيه ولا تتخذ تمثالا، وفي بقية الوصايا ليس منها أن تقبل المسيح مصلوب، ما لم يذكر باسمه قبل ذلك. وهذه التوراة بين أيدي الناس ليس فيها ذكر ذلك، وهذا زبور داود ليس فيه ذكر ذلك، وإنما كان قبل المسيح ما جاءت به الأنبياء أن من وحد الله وعبده وأطاع رسله دخل الجنة. كيف راج هذا الأمر على الناس كما ذكرنا وهم لم يروه؟ قال وتركهم في ضلالهم يعمهون، يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم، وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم. ترونهم والله ماذا يفعلون في أهل فلسطين، عشان تعرف القسوة الفظيعة والغلظة والغفلة، يقتلون الأبرياء وهم بيولولوا على قتلاهم هم من الغاصبين المعتدين المقاتلين رجالا ونساء، وبعد ذلك يقولون أن الشعب الفلسطيني ليس بشرا بل كلاب في صورة البشر، وأنهم يبادون ولا يتكلم أحد من العالم. نعود من قسوة اليهود ومن الذلة التي لا تفارقهم بسبب معاصيهم، لا بد وأن تحل عنهم، يتكبروا مدة كما تكبر هؤلاء الذين يعني كانوا يسعون إلى قتل المسيح ولم تأتي عليهم عقود قريب من 3 عقود حتى جاء أحد أباطرة الرومان وحرق بيت المقدس وهدم المسجد الذي كان بناه سليمان عليه الصلاة والسلام 70 من الميلاد. والمشهور أن عيسى رفع ابن 33 والله أعلم، يعني 35 سنة 37 سنة أكثر أو أقل كان جزاء كل اليهود
الذين ظلوا كفارا بالمسيح صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الغضب الأول، ثم كان الغضب الثاني من الله عليهم لما كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وكذبوا القرآن وقد عرفوا به فباءوا بغضب على غضب، فهم المغضوب عليهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا سبحان الله الكلام ده مكتوب في الكتب، واليهود كانوا في ذلك الوقت اللي كتب فيه تفسير ابن كثير، والزمن كله هم أذل الناس لغاية ما ربنا ابتلانا نحن يعني كونهم يجتمعون في فلسطين لذل بإذن الله. ولهذا قال تعالى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. معجزات عيسى صلى الله عليه وسلم والتجديد الذي جاء به وعلمه بالتوراة وعلمه بالإنجيل والحكمة التي أرسل بها كافية لكل عاقل في وجوب الإيمان به، وهو صرح بأنه رسول عندهم ذلك في كتبهم، قال تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، ويقول بطرس يسوع المسيح رجل تبرهن من قبل الرب بعجائب وقوات صنعها الله بيده. حاجة واضحة جدا في التوحيد، الكلام ده في رسالة بطرس اللي ضمن الكتاب المقدس عندهم. فهذا كله يدلك على حقيقة ما جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان الكفر ديدنهم، أحسه عيسى وأصروا على تكذيبه رغبة في الدنيا، لأن رئاستهم على قومهم مع أنها رئاسة في ظل دولة مشركة كافرة، دولة الرومان. سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم لم يحارب دولة الرومان، وإنما أراد تهيئة بني إسرائيل، ولو أنهم تربوا وهيئوا لانتصروا على الرومان، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. فكان عيسى صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى بني إسرائيل لإصلاحهم، لكي يملكوا الممالك التي كانوا مذلولين فيها في ذلة وصغار، ومع ذلك رئاستهم الدينية الباطلة والظالمة والعبودية التي فرضوها على الناس، حتى اتخذوا الأحبار أربابا من دون الله، يشرعون لهم من دون الله ويحرمون الحلال ويحللون الحرام. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، فألهم الله الحواريين وألقى في قلوبهم الإيمان، ألهمهم وأوحى إليهم وحيا إلى الصالحين. إذ ليس بين عيسى صلى الله عليه وسلم وبين محمد النبي، فالحواريون ليسوا أنبياء، هم يسمونهم رسل أي رسل المسيح، والصحيح أنهم رسل المسيح إلى الناس ليؤمنوا لا أنهم رسل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي. وهم قد جاءوا بالإسلام الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو القائم على توحيد الله وطاعة الرسول الذي يكون في زمنه الإنسان، فلذلك كانوا مسلمون وتمنوا أن يحشرهم الله وأن يكتبهم مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومكر الله فيه صفة المكر لله عز وجل، وهو خير الماكرين، الله خير الماكرين، فلم يعد في مكره عز وجل نقص، ولا أنه يعني يمكر بمن لا يستحق المكر، والمكر هو التدبير في خفاء. والله عز وجل قد مكر بالكافرين من بني إسرائيل ثم بالكفرة الرومان من حيث لا يشعرون، وأصابهم سبحانه وتعالى في نهاية الأمر بضياع ملكهم وحصول الذل عليهم. وهذا كقاعدة أهل السنة في جميع
الصفات تمر كما جاءت دالة على معانيها اللائقة بجلال الله عز وجل، لا تحرف ولا تنفى ولا تعطل ولا تكيف، ولا نقول بكيف كذا، ولا نقول المكر إرادة العقوبة، وإنما مكر، مكر سبحانه مكرا يليق بجلاله، دبر في الخفاء للكفرة من بني إسرائيل حتى أخذهم أخذ عزيز مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.